بيان سور انا ديما شوفي انا هو الوحيد اللي كان عسل المخده كنسى كل شيء ما كنحقدش ما كنتفقش ما كنبقاش نهضر على عباد الله بزاف تنشطح ومولاها ربي في الاخر شبر ربعه الصباع جواد اول حاجه تيحبوا الله ومرضي الوالدين جواد بسيط وكيخدم مع كل شيء وديما ضاحك وديما نشط والحمد لله كاين واحد الاتقان ديال العمل ديالو والبلاصه اللي مشى فيها منور والحمد لله ناجح اي بلاصه مشى لها ناجح داك المنتوج لهذاك البرنامج لا اختي ما كاينش احسن من بلادنا اللهم لك الحمد ماشي كيسيون تمشي للخليج ولا تجي من الخليج كيسيون انت كشخص شكون هو واشنا هو واخلاقك وتعاملك مع الناس حيت الفلوس ما عمرها كتكون هي السعاده السعاده هو الانسان يكون صافي مع راسو ويكون بزاف الحوايج ما عمرها كتكون الماده هي اساس هم ديالي في الحياه